بداية تحية لجميع المشرفين على هذا اللقاء التنموي الذي أنا أتشرف بالمشاركة فيه. شكر للأساتذة المتدربين في المركز الجهوي لبرنامج، وشكر خاص للأستاذ الدكتور مي مصطفى البرجاوي الذي شرفني أكثر منه كلفني بتقديم هذه القراءة في كتابه حول ديداكتيك الجغرافيا مراقبات المقاربة التأصيلية وكذلك مقتبيات وظيفة. إذا كما تتبعون خلال العنوان يظهر بأن الأستاذ البرجاوي سيعالج قضيتين عامتين، وهما الجانب التأصيلي لكل علم أصوله أصول الجغرافيا لتعاد بنا إلى تاريخ هذا العلم وتطوراته التاريخية، ثم دخل إلى الجانب الوظيفي يعني تطبيق هذه المادة، ركز بأنها مادة تطبيقية، علم تطبيقي يصلح لأن يكون مادة دراسية تطبيقية، وهو ما يظهر في الجزء الثاني من العنوان مقتضيات وظيفية. أستاذ برجاوي إذا قسم هذا الكتاب يعني هذا التقسيم العام لمحتويات الكتاب: تقديم إطار دكاترة وأساتذة في الحقل التربوي والذين نوهوا بهذا الاجتهاد واعتبروه يعني بحث جديد ينضاف إلى البحوث التربوية في مجال ديداكتيك الجغرافيا، وعلى تقسيم طبيعة الحال أساتذة مثل محمد صابون والأستاذ محمد فتوحي. مدخل عام خاص بالكاتب، ثم قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول ولكل فصل مباحثه. عدد مباحث الكتاب هو 13 مبحثا قبل الخاتمة العامة والبيبليوغرافيا التي كانت غنية واعتمد على الأستاذ مريم مصطفى البرجاوي، يعني زاوجت ما بين فرنسية وإنجليزية إضافة إلى اللغة العربية. المدخل العام أشار فيه الأستاذ منذ البداية بأن هذا البحث يأتي لمعالجة الاختلالات التربوية والديداكتيكية والتي نعاني منها في المجال التربوي عموما وخاصة في تدريس مادة الجغرافيا. ثم تحدث عن أهمية الجغرافيا التي حددها في مجموعة من الوظائف التي تلعبها في حياتنا اجتماعية تطبيقية وكذلك معالجة المشكلات وعلى رأسها طبيعة الحال المشكلات البيئية. ثم أكد كذلك الأستاذ على أهم التوجيهات في هذا الكتاب وهي عدم اكتفاء بالتنظير وتجاوز الكلاسيكية في التدريس وتقويم هذه المادة. إذا التقسيم العام وضعته في هذا الجدول، يعني هذا الجدول يسهل عليكم يعني التقسيم العام للكتاب أمامكم 3 فصول ولكل فصل مباحث. الفصل الأول إذا الجغرافيا والديداكتيك، العلاقة التداخلية وإشكالية المنهج الجغرافي، سيتحدث فيه عن الجانب التأصيلي، جانب المفهوم، تطورات مفهوم الجغرافيا، ثم مناهج الجغرافيا. الفصل التالي يتحدث فيه الأستاذ عن المقاربات المتنوعة لتأصيل ديداكتيك الجغرافيا، يعني ينتقل نسبيا من مفهوم الجغرافيا كعلم إلى الجانب الديداكتيكي للجغرافيا، حيث سيرسم لنا الأستاذ 5 مقاربات تبدأ من المقاربة البيئية إلى المقاربة الجهوية. وأخيرا الفصل الأخير مقتضيات تطوير ديداكتيك وظيفية في الجغرافيا المدرسية. هنا الأستاذ سيتحدث عن الجانب البيداغوجي وخاصة ما يرتبط بالكفايات وتنزيلها في مادة الجغرافيا، وسيختم بالجانب الخاص بالتقويم والذي سيقدم فيه كذلك مجموعة من الملاحظات كتشخيص وكذلك يعني إضافات لتطوير تقويم الجغرافيا. إذا سوف يعني العملية التي سأقوم بها في تقديمي لهذا الكتاب، يعني كل فصل يعني سوف أحاول أن أخذ كل بعض الأفكار من كل مبحث، يعني حتى تكونون على بينة من المبتغى الخاص بهذا الكاتب. لن أدعي أنني سأقدم جميع التفاصيل، الكتاب غني جدا غني جدا لا على المستوى الأكاديمي ولا على المستوى المدرسي الجانب الديداكتيكي، ولكن سأحاول ما أمكن أن أقدم أهم تصورات الكاتب، أهم الخلاصات التي يؤكد عليها. أما التفاصيل والتعرف الدقيق على محتوى الكتاب فتأتي من خلال قراءتكم لهذا الكتاب. إذا الفصل الأول عنوانه أمامكم: الجغرافيا والديداكتيك، العلاقة التداخلية وإشكالية المنهج الجغرافي. المبحث الأول مدخل في محاولة تأصيل مفهوم الجغرافيا، يتحدث فيه الأستاذ عن جدلية الثابت والمتحول بخصوص تطورات هذا المفهوم. هنا تتحدث عن الجغرافيا كعلم وليس كمادة مدرسية. أهم
ملاحظات دكتور البرجاوي بخصوص المبحث الأول، وهي صعوبة تحديد مفهوم واضح للجغرافيا. وهنا يطرح لنا إشكالية جميع المنتمين لهذا الحق الجغرافي يسمعون بها، وهي مشكلة استقلالية التخصص. الجغرافيا المتهمة بأنها لتأخذ من تخصصات مختلفة وبأنه ليس لها استقلالية. الأستاذ يطرح إذن هذا الإشكال، ثم هذا يجعلنا أمام إشكالية عويصة، وهي البحث عن الهوية، أي هوية لهذا التخصص. ثم يعرج الأستاذ البرجاوي على تقديم عدة تعريف يعني ما بين معاجل، ما بين مفكرين جغرافيين على رأسهم فيه جورج بول كلافار، قدم مجموعة من التعريف ليخرج باستنتاج خاص به هو في البحث، وأن الجغرافيا رأى بأنها انتقلت من مجرد وصف في بدايتها الأولى، ثم بدأت في التفسير، ثم انتقلت إلى الانفتاح عن العلوم الاجتماعية لتصبح حاليا هي علم تطبيقي، يعني أصبح دورها دور تطبيقي لا على مستوى طبيعة الحال كعلم وكتخصص أكاديمي. ثم يختم الأستاذ هذا البحث بذكر أهم ميزات الجغرافيا موازنة بين الطبيعة والبشرية، ثم حضور جانب الزمني والمكاني وتنوع تخصصاتها يعني الطبيعي البشري الإقليمي، ثم يختم بأنها مادة تكاملية، أي أنها تتكامل مع مجموعة من التخصصات، وعلى رأسها مثلا مواد علوم حياة الأرض، فلسفة وغيرها. وختم هذا البحث بأن الجغرافيا منظومة نسقية متفاعلة ما بين الإنسان والمجال الجغرافي. إذا الحضور الطبيعي والبشري هو دائما يميز هذا التخصص، تخصص الجغرافيا. بالنسبة للمبحث الثاني، ديداكتيك الجغرافيا من ديداكتيك المادة إلى ديداكتيك وظيفية، الأستاذ هنا إذن لاحظوا معي أنه ينتقل ويؤكد على جانب وظيفية ديداكتيك هذه المادة المدرسية. فيتحدث عن انفتاح الجغرافيا على مجموعة من المجالات المعرفية التي حتمت على الديداكتيك الانفتاح على تطوير الأدوات والمنهجيات، أي أدوات وأي منهجيات نعتمد عليها لتدريس جغرافية تطبيقية كما يشير إلى ذلك الأستاذ البرجاوي. ثم يقدم عدة ترجمات لمفهوم ديداكتيك. طبعا هذا سؤال دائما يطرح خاصة الأساتذة الجدد، ما معنى ديداكتيك؟ هذه الكلمة دائما يتساءل عليها الجميع. فهو يحدد أهم يعني تعريفها اللغوية في أنها علم للتدريس، فن للتدريس، أو تعليمية كما تترجم في الدول المشرقية. ثم يتحدث على أنها منهجية للتدريس. وأما الاصطلاح فميز الأستاذ ما بين ديداكتيك عامة وديداكتيك خاصة. فديداكتيك الاجتماعيات هي ديداكتيك خاصة لأنها تعتني بهذه المواد الاجتماعية. أما ديداكتيك العامة فهي ما هو يتداخل ما بين مجموعة من المواد. معالجة المشكلات يمكن تكون في الفلسفة، يمكن أن تكون في الرياضيات، يمكن أن تكون في التاريخ، في الجغرافيا إلى غيره. هذا يقحم الأستاذ في ما يعرف بالديداكتيك العامة. يميز كذلك بين أنواع ديداكتيك، يتحدث عن ديداكتيك تواصل، ديداكتيك سبر نطاقي في جانب التكنولوجيا والإعلامياتي. ويتحدث كذلك الأستاذ عن دراسة التي قام بها دوكورت وزملاؤه ما يسمى بعلم جديد إضافة إلى تخصص ديداكتيك لا ديداكسولوجي، يعني سرد الأستاذ يعني أهم مميزاته التي ميزته عن الديداكتيك في طابعه العام. ثم يقدم تعريف ديداكتيكية الجغرافيا ويرى بأن هناك تباين في التعريف وصعوبة كذلك في تعريف هذا التخصص. الذي أعطانا تعريف بعض المرات يمكن تبان يعني متباينة. ثم استنتج الأقطاب الأربعة للمرجعية الديداكتيكية الجغرافية، هي المشروع التربوي العام. ما يمكنش نديرو ديداكتيك بدون مرجعية عامة تؤطر تدريس المادة. ثم إدراك المعرفة، إدراك التعلمات، وختم بإبستمولوجية المادة التي مهنها الجانب التطبيقي. ويختم الأستاذ هذا المبحث بضرورة الانتقال من ديداكتيك الجغرافيا إلى ديداكتيك وظيفية، وهذه أكد عليها أكثر من مرة في كتابه، الجانب التطبيقي والوظيفي لمادة الجغرافيا، أي ربط تدريس الجغرافيا بالمجتمع وخصوصيات المتعددة. المبحث الثالث، يعني هذا آخر مبحث في الفصل الأول، علم الجغرافيا بين المنهج الواحد وتعدد المناهج. يتحدث فيه الأستاذ عن تعدد المواقف بخصوص علاقة الجغرافيا بالمنهج. هذا يعني يعيدنا إلى مسألة استقلالية الجغرافيا، هل هي مادة فعلا لها منهج خاص أم أن هناك مناهج
متعدده. تطور من الجغرافيا في الفتره الاخيره راى الاستاذ انه بدا منذ الخمسينيات يعني قدم بعض النماذج اهمها التحليل في الجغرافيا، التحليل المكاني، التحليل الايكولوجي وتحليل اقليمي، وهذا يعني كل مدرس الجغرافيا يتعامل مع الانواع الثلاثه، المكان، الجانب البيئي، محاور القوه في الجغرافيا والاقليم. ثم عرض تصورات مختلفه لعده جغرافيين واهمها محمد زبور. محمد زبور هذا هو يعني دراسته هي المعتمده رسميا، يعني من سيدرس الجغرافيا، تقسيم المقررات الدراسيه، الوثائق التربويه، يعني دائما تتبعوا الوصف، تفسير، تعديل، مفاهيم مهيكله، مورفولوجيا، الحركه، التوطين، ديك المفاهيم الدراسه التاصيليه المتبنت فيها هي دراسه محمد زبور، هي التي نعتمد عليها حاليا في تدريس ماده الجغرافيا جميع الاسناد. والاستاذ البرجاوي كانت له الجراه في هذا الكتاب على مقدمه بعض الملاحظات حول هذا النموذج المدرس، اي ان هذا النموذج ليس نهائي وبامكاننا ان نقدم ملاحظات حوله كتقويم كاضافات الى غيره. اهم هذه الملاحظات امامكم هي عدم اتباع النهج الجغرافي في عرض اهداف التعلم في بعض الاحيان، يعني النهج لا يحترم دائما كما يرى الاستاذ خاصه في اهداف التعلم بعض المقررات الدراسيه. عدم احترام بعض الكتب المدرسيه لهذا النهج في المقاطع وانشطه التعلم، وهذا امر يصطدم به خاصه الاساتذه الجدد. يمكن التنظير تسمع خصك تبدا بالوصف ثم التفسير ثم التعديل، لكن في بعض الحالات يمكن تلقى مجموعه من القرارات ما زالت يعني تنطلق من تفسير الظواهر الجغرافيه عاد تتكلم على الجانب ديال الوصف ديالها كمظاهر. ملاحظات اخرى كذلك مشكل اجباري بالنهج الجغرافي في التقويم، يعني هذا يلاحظه كذلك الاستاذ. ثم التعامل مع المواضيع الجغرافيه وفق نفس النهج يرى بانه يمكن ان ننوع النهج حسب المواضيع، لا يمكن ان نخضع جميع المواضيع الجغرافيه للخطوات الثلاثه وصف تفسير تعميم، يعني يرى الاستاذ انه يمكن ان تكون هناك تغييرات حسب المواضيع الجغرافيه حيث يرى ان لكل يعني موضوع خصوصيته في هذه الماده. ثم يرى بان الجغرافيا قد تم تقسيمها في منهج واحد ووحيد، يعني هو يرى بانه لا يجب ان نختزل الجغرافيا في منهج واحد ويجب ان ننوع مناهج تدريسها على غرار مجموعه من التخصصات. وبالتالي يختم ضروره تكامل هذا التخصص مع مناهج اخرى، ويقترح علينا بعض الدراسات التي نالت بتكامل الجغرافيا واضافت اضافات اخرى الى النهج المعتمد، مثال دراسه فتحي عبد العزيز ابو راضي وبرناديت شوماخر. الفصل الثاني قلت بانه عباره عن مقاربات، خمس مقاربات تتحدث عنها دكتور البرجاوي. تبدا بهذه المقاربه امامكم وهي مقاربه بيئيه في الفكر الجغرافيا، كنا تنعرفوا العلاقه الوطيده ما بين الجغرافيا والبيئه. اهم ما تحدث فيه الاستاذ البرجاوي في المبحث الاول في هذه المقاربه وان العلاقه ما بين البيئه والجغرافيا مرت بمجموعه من التطورات، لكن رأى بأن هناك من نادى باستقلالية البيئة وأن البيئة ليس لها علاقة بالجغرافيا. لماذا؟ لأن لها مناهج خاصة بها ولها نتائج تصل إليها. لكن الأستاذ سيدرس بأن هناك يعني الارتباط ما بين البيئة والجغرافيا من خلال سرده للمدارس البيئية المعروفة، المدارس الجغرافية الحتمية التي تزعمها رادزل الباحث الألماني، المدرسة الحضارية وما نسميه بالإمكانية مع دولا بلاش، ثم يضيف مدرسة التفاعل المتبادل التي يعني اعتبرت بأن الإنسان والطبيعة بإمكانهم أن يخلقوا يعني التطور اللازم، وليس فقط الجانب الطبيعي لوحده أو الجانب البشري لوحده. ويختم المقاربة بأنه يؤكد على أهمية العلاقة ما بين المجال الجغرافي والمنظومة البيئية، و يعني برهانه في ذلك هو ان الجغرافيا لها دور كبير في حل المشكلات البيئيه، يعني تهضر تحضر الجانب التطبيقي لهذا التخصص، تخصص الجغرافيا. ثم المبحث الثاني المقاربه النظريه اساس لتطوير الفكر الجغرافي. يتحدث فيه الاستاذ عن مفهوم المقاربه بانها طريقه، بانها دراسه، بانها اساس نظري للبحث، ثم يتحول الى اهميه التنظير في الفكر الجغرافي. بدون تنظير ليس هناك تطبيق، بالتالي هنا يؤكد على
أن اهتمام بالتنظير في الجغرافيا جاء منذ القرن التاسع عشر بالنسبة للجغرافيا الطبيعية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي في الجغرافيا البشرية. ويختم به التأكيد على العلاقة الوطيدة بين النظرية والمنهج، حيث يرى أن المنهج بدون تنظير لا يمكن أن يتحقق، والنظرية بدون منهج لا يمكن أن تكون نظرية. المبحث الثالث وتحضر فيه المقاربة التطبيقية، حيث يتحدث عن الجانب التطبيقي للجغرافيا في الديداكتيك. هنا أستاذ برجاوي يرى بأن الجغرافيا انتقلت من الوصف الميداني، الوصف يعني هو ذكر ما نشاهده فقط، إلى تبني المناهج التطبيقية، وهو ما سماه الجغرافيا المعاصرة، حيث تحولت من الوصف إلى التعليل والمقارنة لتنتهي إلى الدراسات الميدانية والتطبيقية. أهم الملاحظات كذلك أنه يرى أن هنا يعني الأستاذ بدأ يلج إلى الجانب الواقعي لتدريس الجغرافيا في المغرب، ضعف الجغرافيا التطبيقية التعليمية بالمغرب، ويرى بأن بين أسباب يعني تغييب دور الجغرافيين يعني في الجوانب التعليمية الخاصة بالجغرافيا. ثم يرى ضرورة التوظيف الديداكتيكي للأنشطة التطبيقية في الجغرافيا كالميدان والتدريب. تنهضر على بزاف ديال المواضيع في مادة الجغرافيا، ولكن بدون ميدان، بدون حضور اللمسة التطبيقية في الدروس، لا يمكن أن ننجح في إيصال ما تنادي به مادة الجغرافيا التي يتم اختزالها في التنظير كما رأى الأستاذ. ثم يرى بأن هذا التطبيق اصطدم بعوائق تربوية وتقنية، وهنا يظهر الأستاذ ممارسة الأستاذ برجاوي في القسم أنه يراعي أن الأستاذ ليس دائما هو الذي يتحمل المسؤولية، بالإشارة إلى هذه العوائق وخاصة الجوانب المادية والجوانب التقنية. المبحث الرابع المقاربة التكاملية، أهم يؤكد فيه هنا هو تكامل الجغرافيا ومجموعة من التخصصات، يعني خاصة لاحظوا معي المثال الأخير، نموذج مدخل البيئة، يرى بأن هناك علاقة وطيدة يمكن أن تستثمر في تدريس يعني فعال وناجع للجغرافيا، تفاعلها مع مادة علوم حياة الأرض مثلا ومادة التربية الإسلامية في المدخل البيئي. ثم المقاربة الأخيرة، المقاربة الجهوية، هنا صدر الأستاذ أهم التحولات الجهوية التي عرفها هذا المفهوم، وينادي يعني أهم نقطة يعني كي أكون مركزا، وهي ما كانت الجانب التطبيق في الامتحانات الإجهادية. يرى بأن الجغرافيا يجب أن تلفتها على التدريس الجهوي، يعني يمكن تكون منطقة خنيفة درس دروس جغرافية اللي عندها البعد المحلي، يمكن تكون في خريفة ندرس دروس اللي عندها البعد ديال المنطقة وعلى حساب المناطق. لماذا؟ مثلا عندنا امتحان جهوي، ولكن في امتحان جهوي تلقى مواضيع وطنية. لماذا؟ هذا اقتراح خاص بالأستاذ البرجاوي في هذه المقاربة. ثم سوف يختم باقتراح تصور في المنهاج انطلاقا من خلفيات قانونيه تنمويه ثقافيه وتعليميه، وهنا يضيف لنا ركزوا معي الانتقال من المثلث الديداكتيكي المعروف معرفه مدرس ومتعلم، ويضيف لنا يعني الدراسه التي جاءت مع الكاتب لوجندر اضافه محيط المتعلم، وهو ما سماه المربع الديداكتيكي. اختم بالفصل الاخير وهو يعني الايجاب حضر الجانب التطبيقي بشكل اكبر، منهجية تدريس الجغرافيا على ضوء المقاربات البيداغوجية. هنا الأستاذ يؤكد على تعدد الخطابات الجغرافية، ما جعل الأستاذ الممارس في حيرة من نوع الخطاب المدرس، أي خطاب أدرسه نظرا لهذه التعددات. ثم يتحدث عن تعدد نماذج تدريس الجغرافيا الإلقائية السلوكية في المدرسات السلوكية، ثم النموذج البنائي والسوسيو بنائي، والذي هنا الدراسة خاصة بالأستاذ برجاوي هي الأقرب إلى هذا النموذج، لأن السوسيو بنائية كما تعلمون تفتح يعني التعليم على المحيط وعلى واقع المتعلم. ويطرح إشكاليات حول تدريس الجغرافيا، أهمها مواكبة التحولات والمستجدات. المبحث الثاني تدريس الجغرافيا وفق المقاربة بالكفايات، أهم ما يطرحه الأستاذ في هذا المبحث هو أننا لازلنا مع هيمنة الطابع التقليدي على تدريس الجغرافيا، وهذه يمكن يصطدم بها الأساتذة. ما يقال في المركز بأن مقاربة الكفايات، التعلم الذاتي المتعلم، أنت فقط توجه المتعلم لكي يبني معرفه بنفسه، لكن عندما ستذهب إلى فصول دراسية في يعني التكوين التطبيقي الخاص بكم ستجدون أن الطريقة التقليدية لا زالت هي المهمة. المشكلات يعني خصص لها
يعني هذا المبحث الثالث بكامله تحدث عن أن إيصال الجغرافيا للمتعلمين عن طريق تقصي تساؤلات فرضيات هو أفضل من تقديم الخلاصات والمعلومات الجاهزة، واقترح لنا نماذج تطبيقية أعتقد أنها تصلح لأيام دراسية ولورشات تطبيقية ليس فقط معكم أنتم كأساتذة متدربين وإنما معنا نحن كأساتذة ممارسين. ثم ختم بالتأكيد على أهمية تطبيق بيداغوجيا حل المشكلات في تدريس الجغرافيا، ولكنه يرى في نفس الوقت أن ذلك غائب عن الممارسة رغم حضور النظر. مبحثي الأخيرين سوف أختم بها، المبحث الرابع سيتحدث فيه الأستاذ عن نقطة مهمة معالمها يعني في الوقت الراهن، وهي إشكالية القيم. إشكالية القيم لعل أهم يعني مظهر من مظاهر إشكالية القيم اللي نعيشه جميعا هو مشكلة العنف المدرسي المتبادل ما بين الأستاذ والتلميذ وفي الضجات التي عرفتها عدد السنوات الأخيرة. وأن الأستاذ يعني يؤكد على أهمية المدرسة في الحفاظ على قيم المجتمع ونقلها وتعدل مظاهرها، حيث يرى أنه لا بد من الاهتمام بالتربية من أجل القيم، سواء كتخصص عنوانه بالتعليم من أجل القيم أو تعليم من أجل المواطنة. ويعتقد أن الجغرافيا مادة حاملة للقيم ويجب استثمار هذه القيم في يعني تدريس هذه المادة، لكن يرى أن هناك معيقات أهمها الازدواجية والطابع العمومية في الكتب المدرسية. ويختم الأستاذ باقتراح استراتيجيات وهذه مهمة وأنشطة لتدريس التنمية البيئية متحورة ومتمحورة حول التعلم الذاتي، ويقترح علينا كذلك بطاقتين منهجيتين لتنمية القيم في الجغرافيا ستجدونهما في الصفحة 164-166 من الكتاب. أختم إذا بالمبحث الخامس وأعتذر عن الإطالة، تقويم منهاج الجغرافيا ومقترحات التطوير. إذا هنا الأستاذ يقترح علينا نموذج تقويمي لمنهاج الجغرافيا وتطويري حيث الممارسات الفصلية. يؤكد على أن علم منهاج يمثل علما قائما بذاته في حق التربية، لكن هناك تعدد بحوث الجغرافيا في هذا الصدد شملت أربعة منظورات. ثم يطرح تساؤلات حول علاقة، وهذه نقطة مهمة جدا، علاقة مراجعة منهاج الجغرافيا بالبحث التربوي. هل نراعي الأبحاث التربوية في هذا يعني التصحيحات والإصلاحات التي نقوم بها في الجغرافيا؟ ثم يوضح أهم مرتكزات المناهج ويرمز تطور البحث التربوي الجغرافي المغربي، ليختم في الأخير باقتراح شبكة لتحليل منهاج الجغرافي المغربي. يبرز لنا الأستاذ رجاوي الإيجابيات السلبيات ويعالجها من الكفايات إلى مرحلة التقويم والتي أكد عليها. تطوير هنا ينقل الأستاذ المرتكزة الثابتة ويحدد لنا مقومات منهاج الجغرافيا للتصور الجديد بطرح هذه الأسئلة الإشكالية: ماذا ندرس الجغرافيا؟ لماذا ندرسها؟ كيف ندرسها؟ وما هي النتيجة والغايات التي نريد الوصول إليها؟ إذا حتى لا ألقي سأختم بأهم توصيات الكاتب والتي ختم بها كتابه. يرى بأنه يجب أن يتم وضع دليل الأستاذ في التالي والتأهيل خاصة على مستوى الأنشطة التطبيقية، وهذا غائب في الأستاذ، وحتى نوحد الرؤى بين الأساتذة الممارسين. يرى بأنه يجب الاعتماد على طرق تدريس حديثة تعوض الطرق الكلاسيكية والطرق الإلقائية. يرى بأن تعليم مادة الجغرافيا كي يراعي الجانب التطبيقي يجب أن يراعي البيئة المحلية، يدرس المتعلم انطلاقا من بيئته المحلية. يرى بأنه يجب تنويع وتضخيم النشاطات أو الأنشطة اللاصفية. ثم يرى أن الجغرافيا لا يجب أن تخاطب فقط الجانب المعرفي، بل يجب كذلك أن تخاطب الجانب العملي والوجداني وكذلك المهاري. ثم يرى ما دمنا سوف ندرس بطرق حديثة يجب أن نقوم بطرق حديثة، التي يطرح إشكالية تقويم الجغرافيا لمازال تعتمد على طريقة ربط المعرفة وطريقة لتعطينا مشكلة الغش المدرسي والمشاكل التي يعاني منها الأساتذة. ثم يرى ضرورة تكوين المصمم الأساتذة تجاوز كم الدروس، لأن الكم المعرفي يكون عائق أمام تنزيل يعني الطرق الحديثة. ثم ضرورة الشراكات التربوية مع جميع القطاعات التي يمكن أن تساهم في التعليم الفعال والتطبيقي للجغرافيا. أعتذر على الإطالة وأشكر مرة أخرى الأستاذ برجاوي على إتاحة الفرصة، وأتمنى يعني لا يمكن أن نصل الكتاب، أنا قلت الكتاب غني، أنا أنصحكم بقراءته يعني تدبر
ما ينادي به، لأنه صراحة محيطنا لا على مستوى المناري وعلى مستوى التمهيدي. وشكرا.